والناموس مشاهدينا متابعينا في كل مكان. تهانينا لسالم بن محمد بن سالم العامري على فوز شهير في المركز الاول، تهانينا والف مبروك. جاء في المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، يسعدني في هذه اللحظات ان ارحب وان استضيف مضمر شاهين محمد الحمد الدويب الوهيبي. محمد الف مبروك فوز شاهين، تستاهل الناموس. حق خير وعافيه ابو بريك، الله يطول عمرك. محمد ايش سلالة شاهين؟ نحدد من شاهين الكليلي، من لقب شاهين الكليلي وام بن ظبيان. مشاركاتك قبل هذا الشوط الاول اليوم؟ والله هذه رابع سياره شاهين، حاصل على المركز الاول في ختامي المرموم، وحاصل المركز الاول في ختامي الوذبه، واليوم حصل على سياره الحمد لله رب العالمين. الشوط الاول دائما متخصص في الاشواط الاولى الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. محمد في اسماء حضرت اليوم معك في الشوط الاول، اسماء مرشحه طرحت على الساحه، ولكن شاهين يتفوق على كل هذه الاسماء وينتزع هذا الشوط. والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وشاهين ما قصر الحمد لله رب العالمين. محمد كيف شفت مهرجان الشحانيه في هذا الختام الكبير اللي يحمل اسم سمو امير البلاد المفضل؟ والله الحمد لله رب العالمين، الختامي كل سنه يتجدد، كل سنه على تجديد وخير الحمد لله رب العالمين، طول عمر الشيوخ. نعم. محمد لمن تهدي فوز شاهين اليوم؟ والله هديه المالك عبد الواحد بالخزع العامري ولشعب دوله الامارات كافه.